أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الفتاوى الذي نسعد فيه وإياكم باستضافة سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة أرحب بالشيخ صالح، فمرحبا بكم وأهلا. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله ورعاكم، ريثما تأتي الأسئلة والاتصالات على هاتف البرنامج الذي سيكون موجودا على الشاشة إن شاء الله تعالى، نحب أن نسأل فضيلتكم عن تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله في هذه السورة، سورة آل عمران، أخبار اليهود والنصارى وتعنتاتهم على أنبيائهم، وفي الأخير كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، قال الله سبحانه في هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت، أي أنهم لهم أجل ينتظرهم لا يخرجون عنه وينقلون بعده إلى جزائهم في الدار الآخرة على ما قدموا من كفر وتكذيب وأمور فظيعة، فإنهم ليسوا بمفلتين، بل لهم موعد ينتظرهم لا بد لهم منه. كل نفس ذائقة الموت، فلا يخرج عن هذا أحد من المخلوقين، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني نجا. وليس هذا بدعاوى اليهود والنصارى وأنهم شعب الله المختار وأنهم هم أهل الإيمان وأن من عداهم ليسوا على شيء، هذه تمنيات تزول في هذا اليوم، يوم القيامة، حينما تواجه كل نفس ما قدمت وتتمنى الرجوع إلى الدنيا لإصلاح ما فات ولا تمكن من ذلك، وإنما هو الجزاء. فالدار الدنيا عمل ولا جزاء، وأما الدار الآخرة فهي جزاء ولا عمل. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح يعني أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يعني نجا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تغر صاحبها. والله جل وعلا نهى عباده فقال: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فنهى سبحانه عن الاغترار بهذه الدنيا ونسيان الآخرة، وذكر أن هذا اليوم آت على الجميع لا ينفلت أحد منه، وأن ما بعده هو دار الجزاء، وقد انتهت دار العمل. فليحذر العبد من هذا الموعد، وليستعد له قبل أن يحل به، استعد له بالعمل الصالح ويتوب من الذنوب والسيئات، هذا يزحزح عن النار، يبعد عنها ويدخل الجنة
لأن ما فيه في الآخرة إلا داران، دار الجنة ودار والعياذ بالله النار، داران لا محيد عنهما. فليتنبه العبد لهذا اليوم وهذا اللقاء، وليحسن العمل، وأن يتوب من السيئات، وأن يترك المراوغات التي ابتلي بها أهل الكتاب. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فهذا ليس الأمر بالتمني وتزكية النفوس بالكذب، وإنما الأمر على الجد وعلى الصدق وعلى الوفاء والتمام. والجزاء من جنس العمل، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. وهذا السائل يسأل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده خيرا استعمله؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. نعم، الحديث واضح أن من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يستعمله في طاعته، وأن يقبضه على الطاعة وعلى العمل الصالح. هذا من علامة السعادة للعبد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، السائل يسأل يقول: هل موت العلماء وذهاب الصالحين من علامات نهاية الزمن وقيام الساعة؟ نعم، في آخر الزمان يكثر موت العلماء، ويفشى الجهل. إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا من علامات الساعة، وعلى المسلمين أن يهتموا بالعلم النافع تعليما وعملا، وأن يكثفوا مناهج العلم الشرعي في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم، لئلا يفقد العلم ويكثر الجهل. وإذا فقد العلماء الناس بحاجة إلى من يفتيهم، بحاجة إلى من يعلمهم، فيتخذون رؤوسا جهالا ليس عندهم علم، فيضلون ويضلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. ونأخذ بعض الأسئلة التي وردت للبرنامج عبر التويتر. الأخ أبو حمد يقول: فضيلة الشيخ، ما هو ضابط الإسراف والتبذير؟ الإسراف هو الإنفاق الزائد عن الحاجة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وكان بين ذلك، أي بين الإسراف والتقتير، قواما، أي عيشا مستقيما وكافيا. فعند ذلك يسلم العبد من مسؤولية التبذير، الذي قال الله جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. وكل ما زاد عن الحاجة من الإنفاق وبذل المال، ما زاد عن الحاجة فإنه تبذير، يسأل عنه العبد يوم القيامة. في جملة ما يسأل عنه يوم القيامة يسأل عن أربع، منها أنه يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، الأخ أبو عائشة الفضلي يقول: جزا الله العلامة الفوزان خيرا، وأحبك في الله يا شيخ صالح،
وأول أسئلته يقول: قولهم القرآن دستورنا، ما حكم هذه العبارة وما معنى الدستور؟ نعم، العبارة لا بأس بها، والدستور معناه المنهج الذي تسير عليه الدولة ويتبع له الرعية في ذلك. فالقرآن هو منهجنا الذي نسير عليه، نحلل حلاله ونحرم حرامه، ونؤمن بمتشابهه ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، ولا نحيد عنه يمنة ولا يسرة، ولا نستورد الأنظمة من الكفار ومن البشر الذين ليس عندهم علم، والذين لا يسيرون على كتاب ولا على منهج، وإنما يتبعون أهواءهم وما تشرعه لهم ظلالهم وطواغيتهم، أو يشرعه لهم الذين لا يؤمنون بالآخرة من الأنظمة ومن القوانين الوضعية. فالعباد لهم منهج شرعه الله، لا بد أن يسيروا عليه وأن يتعاملوا بموجبه، ليسوا بمهملين. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا سؤاله الثاني يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود، فهل يكتفي به في هذين الموضعين، أو لا بد أن يقول معه الذكر المشهور سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم؟ لا بد من هذا، لا بد أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ويقول سبحان ربي الأعلى للسجود، المجزي مرة واحدة وأدنى الكمال 3 مرات وأعلى الكمال 10 مرات. وإذا زاد عليها سبوح قدوس ربي ورب الملائكة والروح، هذه كلها من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا مكمل. لكن سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا واجب لا بد منه في الصلاة. نعم. أيضا فضيلة الشيخ يقول: الآن هناك عطور الرجل والمرأة كلها مما يظهر ريحه ويخفى لونه، فهل يجوز للرجل أن يتعطر من عطر امرأته؟ لا يتعطر مما ظهر ريحه وخفي لونه، هذا طيب الرجل، ما ظهر ريحه وخفي لونه. أما طيب المرأة فهو بالعكس، ما خفي ريحه وظهر لونه. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا يقول: بعض العامة تقول لمن رأوه يلبس ملابس ثقيلة في الشتاء: شردت البرد أو مشرد البرد أو نحشت البرد، فيسأل عن هذه العبارة. هذا من باب المزح، هذا من باب المزح ولا بأس به. وما لبس هذه الملابس إلا ليطرد عنه البرد ويتقي بها البرد. نعم. أيضا نسعد باتصالات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات على هاتف البرنامج 011-44-28-31-3 مع الشيخ العلامة الصالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. أيضا أبو عائشة الفضلي يقول: في الدرة المضيئة للسفارين قال المصنف: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. يقول: قوله الإمام الخاتم، ما هو الدليل على ختم الولاية أو الإمامة بالمهدي؟ لأنه يأتي في آخر الزمان، لأنه يهدي يأتي في آخر الزمان وعند نهاية الدنيا، ولذلك يختم الله به هذه الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل الأخ أبو عائشة الفضل يقول: شخص توضأ للصلاة ونسي أن يتيمم للعضو الذي فيه جرح ولم يمسح وصلى الفرض، فما حكمه؟
حكمه أنه يتوضأ وضوءا تاما ويمسح على الجبيرة التي على الجرح ويعيد الصلاة لأنه ما كمل الوضوء. نعم. وأيضا يسأل أحسن الله إليك عن قول السفارين رحمه الله تعالى: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. يقول: شرط القوة هل يرد عليه ابتلاء أيوب وعمى يعقوب وما ذكروه من أن شعيبا كان أعمى؟ القوة في الإيمان والعلم وليست قوة البدن، قوة الإيمان وقوة العلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني من غير فتور ومن غير تواني. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول أبو عائشة الفضلي في أسئلته: ما حكم صلاة إمام المسجد الذي لا يكبر للركوع إلا إذا استتم ركوعه وتلبس في الركوع، ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا استتم قائما، ولا يكبر للسجود إلا بعد أن يضع جبهته على الأرض، وما حكم صلاة المأموم خلفه؟ هذه تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، وموضعها وقت الانتقال من ركن إلى ركن، ولا يتأخر إلى أن يقف أو إلى أن يسجد أو إلى أن يركع، بل يقولها حالة تحركه راكعا أو ساجدا أو قائما، لأنها وقت الانتقال من ركن إلى ركن، والسنة أن يجعلها بين ذلك، فلا يؤخرها إلى أن يدخل في الركن الذي انتقل إليه. هذا خلاف السنة، لكن صلاته صحيحة، لأن أقل من يسلم من هذا بسبب الجهل بهذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة: يقول: ظاهرة السب والشتم واللعن عند بعض الشباب هداهم الله، حكمها وكيف نعالجها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي. فعلى المسلم أن يمسك لسانه عن الغيبة وقول الزور والشتم والسباب، وأن يلزم الكلام الطيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فيقول القول السديد النافع، ويتجنب الباطل واللغو والذي يأثم به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ الحميدي يقول: بارك الله فيكم، كيف طريقة إخراج زكاة المال؟ أن تحصي المال وأن تخرج، إن كان نقودا تخرج ربع العشر منه، وإن كان خارجا من الأرض بالمؤونة تخرج نصف العشر، وإذا كان بدون مؤونة تخرج العشر كاملا، هذا في الخارج من الأرض. والزكاة بهيمة الأنعام هذه مفصلة في كتب الفقه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا السائل يسأل عن المصليات التي توجد على الطرق أو توجد في بعض الأحياء، ولكن قد يكون لها إمام وقد لا يكون لها إمام، وقد يكون لها مؤذن راتب وقد لا يكون. يقول: هل تحصل فيها ثواب الجماعة إذا صلينا فيها جماعة؟ نعم بلا شك، حتى لو صليتم في البر من غير مسجد، لو صليتم جماعة في البر تحصلون على فضل الجماعة، فكيف إذا كان هناك مسجد وهناك يعني مكان مهيأ للوضوء والطهارة. نعم. أيضا يقول: إذا جاء إمام المسجد وإمام المسجد قد انتهى من الصلاة، فجاء آخرون فصلى معهم، فهل تعد جماعة في الفضل؟ نعم. يقول: إذا جاء وإمام المسجد قد انتهى من صلاته
فجاء قوم آخرون فصلى معهم، فهل تعد جماعة في الفضل؟ لماذا يصلي معهم وهو قد صلى بجماعته؟ هذا إذا كان الذي دخل ليس معه أحد فيقوم ويصلي معه ليتكامل به جماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من يتصدق على هذا فيصلي معه. نعم أحسن الله إليك. السؤال أيضا عن الجماعة الثانية التي تأتي بعد الإمام، هل لها فضل الجماعة وينال أصحابها فضل الجماعة بارك الله فيكم؟ إذا فاتتهم الجماعة الأولى لهم فضل الجماعة، أما إذا تعمدوا أنهم يتأخرون حتى يصلي الإمام فهذا فيه نقص عليهم وفيه إثم تأخرهم، فلا يتأخرون عن الإمام قصدا لذلك. نعم أحسن الله إليك. نأخذ هذا الاتصال من المدينة، أبو خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل سؤالك الله يحفظك. أنا صبرت وضاق الحاجة الأخوات من أخواتي والأوراق انقصت ما هي كاملة، فجلت بالبقى قلت يصور الأوراق، قلت أنا ليش ما قلتوا لي الأوراق كاملة، فحلفت أني ما أصورها، هل علي شيء إذا بروح أصورها ولا؟ الأخ أبو خالد من المدينة صاحب الفضيلة يسأل بأنه حلف أن لا يصور أوراقا لأخواته، فهل عليه شيء إذا ذهب للمحل وصورها لهم؟ نعم، يذهب ويصورها ويكون عليه كفارة يمين، يكون عليه كفارة يمين، يكون يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يصوم 3 أيام إذا عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن العتق، فإنه ينتقل إلى الصيام. نعم أيضا أبو عائشة الفضل يسأل يقول في بعض البلاد الإسلامية إذا مات الإنسان يقولون الله أخذ أمانته، فهل مثل هذه العبارة السائغة؟ نعم، يعني يقول يعني أن الروح التي جعلها الله في الإنسان أنها أمانة، أمانة لله عز وجل في بدن هذا العبد، وقد استرد الله أمانته يعني روحه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا هذا السائل يقول القبر إذا نبت عليه شجر أخضر أو نبات أخضر، فهل هذا دلالة على أن صاحبه منعم أو أن له منزلة في الآخرة، وهل يدل على نعيم أو يدل على عذاب، وما حكم زيارة مثل هذا القبر والعناية به؟ نبات الشجر على القبر أو العشب على القبر لا يدل على شيء، وإنما هو من أثر نزول المطر على القبر، ينبت على القبر وعلى غيره. وإذا خشي الفتنة ببقاء هذا الشجر على القبر أو على القبور، إذا خشيت الفتنة لذلك فإنها تزال هذه الأشجار. نعم أيضا معنا اتصال محمد من خميس مشيط، تفضل يا أخ محمد. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هل يجوز، عندي سؤال لو سمحت. تفضل. هل يجوز سؤال الله مرافقة النبي في الجنة؟ طيب، في سؤال آخر. أيوة، أنا أصلي 2 ركعة قبل الوتر وأقرأ فيها ما تيسر من القرآن، هل يعتبر قيام ليل؟ طيب تسمع إجابة الشيخ بارك الله فيك. نعم شيخنا يسأل سؤاله الأول يقول هل يجوز أن يسأل الله تعالى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ نعم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. ولما كان رجل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرسول
سلني، قال أسألك مرافقتك بالجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم أحسن الله إليك. وأيضا سؤاله الثاني يقول إنه قبل الوتر يصلي ركعتين ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن، يقول هل يعتبر هذا قيام ليل؟ نعم يعتبر قيام ليل إذا صلى قبل الوتر ولو ركعتين ثم أتى بالوتر، فإن هذا يعتبر قيام الليل إذا كان ما طلع الفجر، إذا كان هذا قبل طلوع الفجر. نعم. وهذا سائل يسأل أحسن الله إليكم يقول ما حكم الأكل من البرشوم الموجود في بعض المقابر وبيعه على الناس؟ لا بأس بذلك، لا يمنع من ذلك، هذا طلع الشجر وهو مباح في المقبرة وفي غيرها، لكن لا يوكل من باب التبرك به أو يعتقد أن فيه بركة، لا يجوز هذا. نعم. هذا يقول ما هي التعزية المشروعة وهل لها حد كثلاثة أيام أو 40 أو ما إلى ذلك؟ تعزية مشروعة، أن تقول للمصاب أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، وتحدد بثلاثة أيام لأنه ينسى، المصاب ينسى بعد الثلاث، ينسى المصيبة فلا تجددها عليه. نعم. وهذا أيضا أحسن الله إليك اتصال الأخ طاهر من جدة، تفضل. نعم نعم. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم يا شيخ. أنا بدي أسألك على هذا موضوع في رمضان، يعني لما الإنسان بجامع وبيطلع عليه بيقولوا كفارة، بيطلع 60 مساكين وبيطلع عليه صيام، واللي ما يقدر يصوم يعني بيقدر بدفع مثلا هذه الطعام 60 مساكين؟ اللي جامع في رمضان، اللي جامع في رمضان يكون عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أول شيء يعتق رقبة إذا أمكن، إذا لم يمكن يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يقدر على صوم الشهرين يطعم 60 مسكينا بالترتيب. كفارته الجماع في رمضان ككفارة الظهار. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، هذا يسأل عن طلوع الشمس من مغربها متى يكون، وهل هو دلالة على نهاية العالم؟ نعم، يوم يأتي بعض آيات ربك الذي هو طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فيغلق باب التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، فإنه يقفل باب التوبة، لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم بيع العربون. لا بأس به يبيع العربون، لا بأس به أن يشتري سلعة ويكون له الخيار المدة المحددة، ويقول يدفع العربون ليتوثق البايع، فإذا ما عزم على، إذا لم يعزم على البيع يكون العربون للبايع. نعم. وهذا يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، يقول ما هو الخيار وما ضابط هذا التفرق؟ خيار المجلس، ما دام في المجلس الذي جرى فيه الإيجاب والقبول فلكل منهما الفسخ، ما داموا في المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، إذا قام من المجلس أو قام أحدهما من المجلس فقد لزم البيع. نعم. وهذا يسأل عن التلفظ بالنية ويقول إنه يتلفظ ويكررها ولديه وسوسة في الطهارة والصلاة. الوسوسة يستعيذ بالله من الشيطان ويترك الوسوسة وتذهب عنه بإذن الله، تذهب عنه ولا ينفعل معها ولا يتعامل معها أو تهمه.
بل يتركها ويرفضها، وبذلك تزول عنه الوسوسة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. معنا أبو وليد من الطائف، تفضل يا أبو وليد. جمع يعني؟ أعيد السؤال يا أبو وليد. أيوة طال عمر، تفضل. السلام عليكم. السلام. كيف حالكم؟ كيف حالك يا شيخ؟ تفضل سؤالك يا أبو وليد. يا شيخ عندي طال عمرك 4 أسئلة. تفضل السؤال الأول. السؤال الأول، الأول طال عمرك، بيع القرض العقاري، بيع القرض العقاري. والثاني القرض من البنك لك أو التورك، هذا اللي يقول التورك، هل جائز أم لا؟ والثالث طال عمرك، وأنا مسافر طال عمرك، وحصلت لي ناس يصلون في مسجد وصليت معهم، ما أدري الإمام الله أعلم هو من المقيمين في نفس الديرة وأنا مسافر، هل أنا أصلي معهم أكمل أو أكثر؟ والرابع طال عمرك الجمعة، صلاة الجمعة، يجوز إني أجمع العصر مع الجمعة إذا صليت الجمعة وأنا مسافر كمان، يجوز إني أجمع العصر وأصلي ركعتين أو أصلي 4 ركعات. طيب شكرا يا أبا وليد، تفضل يا شيخ. نعم. سؤاله الأول يا فضيلة الشيخ يسأل عن بيع القرض العقاري. هذا يرجع للبنك العقاري، يرجعون للبنك العقاري ويحوله من الشخص الذي نزل باسمه إلى الشخص الآخر. نعم. سؤاله يا شيخ عن القرض من بعض البنوك المسمى التورق. التورق هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال على غير الداين، على غير الذي اشتراها منه، يبيعها على غيره ويرتفق بثمنها، هذه مسألة التورق، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم للحاجة إذا احتاج إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول مسافر جاء للجماعة وهم يصلون ولا يدري هل هذا الإمام من المقيمين، يقول هل يصلي معهم وهو مسافر؟ نعم، يصلي مع المسلمين، إذا وجدهم يصلون يصلي معهم ولا يكون عنده شكوك فيهم. نعم. ويسأل فضيلة الشيخ سؤاله الأخير عن حكم جمع العصر مع صلاة الجمعة. لا يجوز هذا، لأن هذا لم يرد، ولأن العصر ليست من جنس الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم. هذا السائل الأخ عامر الكود يقول ما الذي يجب على المرأة فترة الحداد، وما هو الشيء الذي تبتعد عنه المرأة المعتدة، وهل يجوز لها الخروج وقضاء لوازمها الشخصية؟ نعم، المحدة عدة الوفاة يعني تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا بالنهار ترجع إليه، وأما في الليل فلا تخرج منه، وكذلك تتجنب لباس الزينة، تتجنب الزينة بأنواعها في بدنها في ثيابها، وكذلك تتجنب الطيب، تتجنب الطيب ما دامت في العدة، هذا ما يسمى بالإحداد، وهو من أحكام عدة الوفاة. نعم. أيضا أبو عائشة الفضل يسأل ويقول كيف يميز العامي بين عالم الهدى وعالم الضلالة؟ يسأل يا أخي، يسأل أهل العلم ويدلونه على العالم المحق والعالم غير المحق، يسأل أهل العلم عن شخص إذا شك فيه. نعم. فضيلة الشيخ يقول أنا إمام مسجد ويكثر السائلون بعد أداء الصلاة، خاصة بعد الصلوات المفروضة الجهرية،
فهل لي أن أمنع هؤلاء من السؤال أو أمرهم بجلوس عند الباب لأنهم يقطعون على المصلين التسبيح ويشوشون قليلا؟ هذا كثير الآن واقع، ولكن المنع صعب أنهم يمنعون، ربما يكون أنهم محتاجون أو فيهم من هو محتاج. ما لم تعلم أنه غير محتاج، إذا علمت أنه محتال وليس بمحتاج فلك أن تمنعه. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول قول النبي، قول الله تعالى وأما السائل فلا تنهر، هل المراد به نهر سائل المال أم ماذا؟ بارك الله فيكم. السائل عن العلم والسائل عن المال، نعم السائل له حق، نعم، ولا ينهر بل يجاب بالكلام الطيب وتطيب النفس. نعم. يقول أنا رجل يكثر لدي التشاؤم وأيضا اليأس والقنوط، وجهوني بارك الله فيكم. استعذ بالله من الشيطان وتوكل على الله ويزول عنك التشاؤم ويزول عنك اليأس، وأحسن الظن بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. معنا اتصال عبد العزيز من محافظة الخرج، تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكرا خير يا شيخ، تفضل سؤالك يا أخي. سم بالنسبة يا شيخ أثناء تأديه الصلاة يا شيخ الله يخليك، كنت متوضئ دخلت الصلاة وأنا رافع كمام اليدين، بعد الصلاة قابلني أحد الأخوان قال لي لا يا الله هذه فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع على الصلاة كذا، قلت يا شيخ. نعم. ويسأل فضيلة الشيخ أنه بعد الوضوء رفع أكمامه وصلى وهي مرفوعة، فأخبره رجل بأن هذا الأمر منهي عنه، فهل يقول هذا، هل هذا الكلام صحيح؟ إيه نعم، له أصل لأنه يترك أكمامه يترك ثيابه تسجد معه على الأرض ولا يكف. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة عظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا. نعم. يقول هذا شخص دائما يحلف بالطلاق ويقول علي الطلاق وأنت طالق إن قلت كذا وكذا، يقول هل يقع هذا الطلاق وهل عليه كفارة؟ هذا يذهب إلى القاضي، يسأل القاضي في المحكمة أو يسأل الإفتاء، يسأل اللجنة الدائمة للإفتاء ويجيبونه عن ذلك. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وهذا رجل يقول إنه يؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل له أن يصلي، وهل لا بد أن يصليها بعد الأذان مع المسلمين؟ نعم، يجب عليه أن يصليها مع المسلمين ولا يؤخرها ويصليها وحده في ثلث الليل أو نصف الليل. إذا صلى المسلمون في أول الوقت فإنه يصلي معهم ولا يؤخرها إلى ثلث الليل، يقول هذا أفضل ويترك الجماعة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وهذا يسأل عن، بارك الله فيكم، عن الوتر، متى ينتهي وقته؟ ينتهي بطلوع الفجر، الوتر بعد صلاة العشاء براتبتها، ويستمر إلى أن يطلع الفجر، كل هذا وقت للوتر، وكون في آخر الليل أفضل من أن يوتر في أوله. نعم. شكر الله لسماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ما قدمه في هذه الحلقة، وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.